بسم الله الرحمن الرحيم. في آخر محاضرة احنا اتكلمنا على الترانسبلانت اوبريشن نفسها، واتكلمنا كمان على السيرجيكال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. احنا خلاص خلصنا وعملنا على الاوبريشن، البيشنت دلوقتي هيخرج من غرفة العمليات، هيخرج لينا احنا في الورد. البيشنت في الفترة بقى اول ما زرع فور ذا جرافت لايف، طول ما الجرافت موجودة احنا هنعمل له مانجمنت كنيفرولوجي. بنقسم الفترة دي إلى فترتين، أول 3 شهور الـ first 3 months، وبعد الـ first 3 months to the graft life long term management. طيب ليه إحنا بنقسم أول 3 شهور لوحدهم؟ لأن معظم الـ acute events أو الـ complications اللي بتحصل في أول 3 شهور. surgical complications بتحصل في أول 3 شهور معظمها. الـ rejection بيبقى الريسك عالي قوي في أول 3 شهور، الـ immune system بيكون قوي جدا. الاميونوسبريسيف ميديكيشنز بتبقى دوزس عاليه جدا، وبالتالي السايد افكتس منها بتكون كبيره، والريسك اوف انفكشن كمان بيكون كبير. مين اللي هيعمل فولو اب في اول 3 شهور؟ دايما بيفضل يبقى كومبايند مانجمنت تيم ما بين السيرجيكال تيم واحنا كنيفرولوجيست، ويبقى بنعمل راوند مع بعض ونبتدي ناخد الديسيجن المشتركه مع بعض. ده كان بيكون افضل. الاول 3 شهور احنا بنقسمها الى يعني بنقول الداي اوف ذا اوبريشن اللي احنا بنقول عليه داي زيرو. احنا دايما قلنا الداي اوف ذا اوبريشن بيبقى داي زيرو، الداي اللي قبليه بيبقى ماينس 1 ماينس 2، وبعد الاوبريشن النكست داي بنقول عليه داي بلس 1 بلس 2 بلس 3 وهكذا. فاحنا لما نيجي نتكلم دلوقتي هنتكلم الداي اوف ذا اوبريشن، هنعمل ايه بعد ما البيشنت عمل الاوبريشن. وبعد كده الفيرست ويك ده بيكون في المتوسط، لكن بنقول ان هو تيل ذا ديسشارج اوف ذا بيشنت. البيشنت هيبقى ديسشارجد امتى؟ ده هنتكلم عنه. وبعد كده من اول ما البيشنت بيبقى ديسشارجد، وبعدين يجي يتابع معنا في الاوت بيشنت كلينيك لغايه اول 3 شهور. فاحنا هنقسم كده. اول حاجه بالنسبه للداي اوف ذا اوبريشن اللي احنا بنقول عليه داي زيرو، البيشنت عمل العمليه، خرج من الاوبريشن روم، بيطلع على الريكفري روم، هو لسه ما خرجليش بره. في الريكفري روم ده بيقعد تقريبا من ساعه الى ساعتين، بيبقى الفولو اب غالبا بالانستيزيا. لكن احنا في الفتره دي احنا احيانا بناخد فكرة اخرى، ممكن نشوف النوتس بتاعت الجراح، النوتس بتاع الانستيزيا ونشوف، او لما يخرج لنا بره في الترانسبلانت يونت نفسها. البيشنت غالبا لما بيخرج هو مش بيحتاج انه يروح ICU، هو بيروح للترانسبلانت يونت عادي، الورد العادي، بيبقى اندر يعني بنسميه هاي ديبندنسي اريا، بيبقى ليه نيرس واحدة بس يعني 1 تو 1 فولو اب. اول ما بيخرج عندنا احنا بنبتدي نشوف النوتس بتاعت الجراح والنوتس بتاعت الانستيزي. بس اول ما بيخرج احنا اول حاجه هنا بنبتدي نشوف، نبعت فول كيمستري بانل على طول للنيرس، تاخد بلاد سامبل، تبعت فول كيمستري بانل، وتبعت سي بي سي، ونعمل له اي سي جي، ونعمل له تشست اكس راي. يروح الاي سي يو بس في حاله اذا كان في حاجه خطيره، يعني مثلا بيشنت خارج بام اي، او مثلا دخل في اريثمياز، او سيفير هايبوتنشن اللي هو نون مثلا كارديومايوباثي، في الحاله دي هيروح الاي سي يو، اذروايز هيروح الورد عادي. طيب احنا بنركز عليه اول ما البيشنت بيخرج، بنشوف النوتس بقى كامله والمعلومات اللي عندنا عن البيشنت من الاول، يعني البري اوبراتيف يورين اوتبوت، هو اول ما قبل ما يزرع على طول كان بيجيب يورين ولا لا؟ يعني هو ممكن يكون لسه بيجيب يورين من النيتف كيدني، يعني هو مش لازم يكون انيوريك تماما وهو داخل يعمل زرع. فبالله مثلا البيشنت ده بيجيب، نقول والله ده بيجيب 500 600 1 لتر بير داي، فنبقى عارفين الكميه دي عشان اي زيادات بعد كده هتبقى دي جايه من الايه، من ترانسبلانت ايه كده. الحاجه الثانيه سورس اوف ذا كيدني دونر، هل البيشنت ده زارع من ليفنج دونر ولا من كادافيريك دونر؟ لان هو اللي من ليفنج دونر يبقى انا انتسيبيتنج ان الكيدني دي هتشتغل ايميديتلي واليورين هينزل بكميه كبيره والسيرم كرياتين يبتدي ينزل. لكن لو هو من ديسيزد دونر ممكن اتوقع ان البيشنت يبقى في حاجه اسمها ديليد جرافت فانكشن، وممكن يخرج البيشنت يكون لسه الاوليجوريك وممكن يحتاج داليسز بعد الترانسبلانتيشن. الحاجه الثانيه الانترا اوبراتيف كورس، ايه اللي حصل في العمليات؟ البيشنت ده نزف كتير، يبقى فيه بلاد لوس كتير، اليورين الكيدني اشتغلت على طول جابت يورين، ابص اشوف الدرين جايب قد ايه، ده جايبه بلاد ولا جايبه سيروس فلويد، الفلويدز اللي خدها وهو داخل انسايد اوبريشن قد ايه، عشان اشوف هل اللوس متناسب مع الانتيك ولا لا. الكارديو فاسكولار ريسبيراتوري ستابيليتي اثناء الاوبريشن، هل البيشنت ده مثلا دخل في هايبوتنشن جامد او سيفير هايبرتنشن، الريسبيريشن كان ماشي كويس ولا لا. الانترا اوبراتيف فلويدز، الانتيك اللي خده، خد بلاد ترانسفيوجن قد ايه، خد كام يونتس، خد فلويدز قد ايه ونوعها،
اليورين اوتبوت كان كميته قد ايه، هو بيخرج لي بفوليس كاثيتر ويورينري باج بشوف كميه قد ايه، الدرين بشوف فيها قد ايه. فالانتيك والاوتبوت ده مهم جدا. الحاجه اللي بعد كده الانت اوبراتيف امينو سبريسيف ميديكيشنز. احنا عاملين، احنا قلنا لما بيشن بياخد اي تي جي او ثايموجلوبولين بياخد الفيرست دوز انترا اوبراتيف قبل ما بعمل دي كلامبنج على طول للفيسلز، لكن مثلا لما بياخد بازيليكس ماب ده بياخده قبل ما بيخش الاوبريشن في داي زيرو، فتاكد ان هو ايه خد الحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه اللي هو الفولو اب خلال الفيرست ويك في الافريج، او بنقول من اول الترانسبلانتيشن لغايه الديسشارج. في الفيرست ويك ده احنا اول حاجه بيبقى فيه اول ما البيشنت بيخرج ويجي الورد بيبتدي النيرس بتستلمه، وبتدي بيبقى ليها بروتوكول معين، بيبقى فيها اوردرز معينه بتمشي عليها. اول حاجه بتشوف الفايتلز اوف ذا بيشنت، بلاد بريشر، بالس، تمبريتشر، اوكسجين ساتوريشن. ده بتقيسه كل ساعه مدة 12 ساعة، وبعد كده تخليه كل ساعتين 8 ساعات اللي بعد كده، وبعد كده يبقى كل 4 ساعات until discharge. طبعا هي بتسجل الريكوردز للفيتال ساينز، لكن لو لقيت انه في حاجة abnormal خصوصا البلد بريشر، لو لقيته فوق ال 180 السيستوليك او نزل على 110 لازم تبلغ الدكتور. الحاجة اللي بعد كده الفلويد انتيك اند اوتبوت. البيشنت هتبتدي تدي فلويدز وتحسب اليورين اللي طالع قد ايه وتشوف الدرين قد ايه. طيب احنا هنا بنحسب on hourly basis، يعني كل ساعة بتعمل recording للايه للفلويد انتيك اند اوتبوت. ده في اول يوم اول 24 ساعة، وبعد كده كل 4 ساعات. To notify the transplant physician لو اليورين قل عن 60 ml per hour لمدة ساعتين. احنا دايما لما بنيجي نتكلم اوليجوريا في ترانسبلانتيشن غير في النورمال بيشنتس، لان النورمال بيشنتس احنا ممكن نقول ان الاوليجوريا تبقى less than 400 and 500 per day، او احيانا يقولوا less than 20 ml per hour. لكن هنا لا، لو قل احنا بنعتبر ترانسبلانتيشن اقل من 50 ml per hour دي اقول عليها اوليجوريا. فلو قلت عن 60 في الساعه لمده ساعتين تبلغ الدكتور، او ان الكميه بقت كبيره اكتر من 300 لمدة 4 ساعات أو أكتر، يبقى لازم هنا لا نبلغ، هنا في يورين كتير. لو ساعة ساعتين ورجع تاني في الأقل من كده أوكي، لكن لو كان بيجيب يورين كتير أو أكتر من 500 لمدة ساعتين وأربعة لازم تبلغ الدكتور، لأن في الفترة دي هو ممكن يبتدي يقلل اليورين أو الفلويد انتيك شوية عشان نحجم اليورين أوتبوت. طيب الأي فلويدز هندي إيه؟ الأي فلويدز بنقسمها لحاجتين، اللي هو المينتنس والريبليسمنت. مينتنس اللي هو يعوض لي الانسنسبل لوس. البيشنت دايما بيفقد او اي شخص طبيعي فينا بيفقد فلويدز، فيها فلويدز تبقى محسوبه زي اليورين مثلا، زي لو هو هنا مركب درين اقدر اشوف الدرين جايبه قد ايه واحسبهم. لو البيشنت حاطط له نيزو جاستريك تيوب وبنعمل ساكشن اقدر اقول بيجيب قد ايه. دي كلها حاجات محسوبه بنقول عليها سنسبل لوس. لكن الحاجات اللي انا ما اقدرش احسبها زي مثلا الفلويد لوس مع الاكسبيريشن مع السويتنج اللي بينزل مع الستول، دي كلها فلويد لوس لكن ما بقدرش انا احسبها، فبقول عليها انسنسبل لوس. الانسنسبل لوس ده تقريبا بيبقى 30 ام ال بر اور، فده هنخلي ده ثابت 30 ام ال بر اور، ده غالبا بيكون ديكستروز 5%. الريبليسمنت بقى كميه الفلويد البيشنت فقدها، سواء كان نازله في اليورين او جايه في النيزو جاستريك تيوب بعمل ساكشن، او من الدرين اللي جايه. هنا هيبقى 1 ملليلتر بير 1 ملليلتر. البيشنت جاب 100 هدي له 100 زيهم، جاب 200 هدي 200 زيهم. ده بالاضافه الى ال 30 ام ال الثابتين. ده غالبا بيبقى هاف نورمال سلاين، في بعض البروتوكولز تدي شويه رينجر تدي معاه نورمال سلاين هاف نورمال سلاين، ده حسب الايه البروتوكول بتاعك. طبعا البيشنت وخصوصا لما بيكون بيجيب يورين كتير ممكن يخش في بعض الالكترولايت امبالانس، هموم الهايبوكاليميا او هايبوفوسفاتيميا او هايبوماجنيزيميا، ففي الحاله دي لازم نعمل ريبليسمنت كمان للالكترولايتس دي. النيرس لازم تعمل ويتنج للبيشنت ديلي. لازم تشجع البيشنت بقى من الدي بلس 1 اليوم التالي ان احنا انه يبتدي يخرج يقوم اوت اوف ذا بيد ويبقى فيه امبيوليشن، ونشجع الامبيوليشن ده ديلي. الفوليس كاثيتر لازم يبقى ليها كير معينه دايما بشوفها، لو انا حسيت ان اليورين اوتبوت ابتدى يقل شويه ابتدي اعمل لها اريجيشن، النيرس تعمل لها اريجيشن ب 30 ام ال نورمال سلاين، وتشوف لو كانت فيها احيان ممكن يبقى فيه كلوت مثلا سداها فعشان كده اليورين ما بينزلش. الدرين اللي موجود لازم نشوف هي بيجيب قد ايه، والفلويدز اللي جاي ده ايه، هل هو بيور بلاد ولا لا، ولا ممكن يكون يورين، وفي الحاله دي احنا بنبعت منه
سامبل نشوف الكرياتين قد ايه، لان هو لو نفس نسبه الكرياتين بتاع السيرم يبقى غالبا ده ممكن يكون ليمفوسيل لو هي كميات كبيره طبعا، ولو لو يورين هيبقى الكرياتين هيكون عالي جدا اكتر من السيرم باكتر من 50%. البيشنت في اول يوم بيكون ام بي او، يشوفه بعد كده السيرجن ويشوف الباول فانكشن اوكي ولا لا. لو ابتدى يسمع انسانال ساوندز او البيشنت ابتدى يباص باص فليتس، يبقى معنى كده ان الباول ابتدى يشتغل، فيبتدي دلوقتي الجراح هنا ينصح ان البيشنت يبتدي ياخد اورال، فيبتدي الاول بليكويد دايت وبعد كده يبقى سوفت دايت واحده واحده، وبعدين يبتدي يرجع لليه للنورمال دايت بتاعه العادي. طبعا الدريسنج بالجراح هنا بيكون ايه؟ بيكون ديلي. طيب احنا في الفتره دي بقى اثناء البيشنت وهو موجود في الورد قبل ما نعمله ديسشارج، احنا طبعا بنبتدي نعمل لاب هنا، بنبتدي نعمل رينال فانكشن تيست، الكترولايت، سي بي سي اند شوجر، دي بنعمله كل 6 ساعات في اول 24 ساعه، وبعد كده يبقى ديلي افري مورنينج. السي ان اي ليفل لو هو بادي على سي ان اي لازم نعمله الليفل بتاعه افري مورنينج. بناخد السامبل زي ما قلنا قبل كده قبل في ميعاد اللي هو الدوز على طول، قبل ما ياخد الدوز يقوم واخدين الايه البلاد سامبل. يعني مثلا بياخد هو تاكرالمس كل 12 ساعه، بياخدها 8 اي ام و8 بي ام، فانا هاجي الساعه 8 اي ام ميعاد التاكرالمس قبليها على طول اقوم واخد البلاد سامبل وياخد الدوز بتاعته، فيحسب لي هنا التراف ليفل. الكيمستري بانل بقى فول كيمستري بانل بقى، نعمل ليفر فانكشن تيست ونعمل الليبيدز والشوجر والحاجات دي كلها، دي بنعملها مرتين في الاسبوع هو واليورين ايه كلتشر. بالنسبه للجرافت فانكشن بعد الاوبريشن احنا بنقسمها لثلاث انواع. اول حاجه اللي احنا بنقول عليها immediate graft function، وفي حاجه تانية بنقول عليها slow recovering graft function، وفي اللي هو delayed graft function. immediate graft function يعني البيشنت ابتدى يجيب يورين كويس، يعني مش اقل من 2 to 3 liters per day، ولقيت ان السيرم كرياتين ابتدى ينزل significantly ما بين 1 الى 2 ملي جرام بير ديسيليتر بير دي اتليست. غالبا البيشنت ده ما بيحتاجش دياليسيس، كيدني از ريكفرنج، يجيب يورين كويس، وده ممكن اعمله ديسشارج على اليوم الثالث او اليوم الرابع بعد العمليه. طبعا انا لو البيشنت ده ما فيش اي كومبليكيشنز ثانيه والدنيا جرافت ماشيه كويس وما فيش اي سيرجيكال كومبليكيشن، وانا ممكن اخرجه في اليوم الثالث او الرابع. لو هو من اللي كان خد في الاندكشن ايمينو سبريسر ميديكيشن اللي هو البازيليكسيماب، يبقى الدوز الثانيه بتبقى في داي 4، فنديله الدوز الثانيه في داي 4 ونعمله ديسشارج. يبقى ده اول واحد اللي هو الايميديت جرافت فانكشن. سلو ريكفرنج جرافت فانكشن غالبا ده بيشن بيجيب يورين، لكن السيرم كرياتين بيبتدي ينزل بريت اقل، يعني عشان يوصل للنورمال بياخد اكتر من اسبوع. هنا كان بينزل 1 و 2 ملي جرام بير داي، ده ممكن يجي في اليوم الثاني او الثالث بيكون نورمالايزد تماما. الحاجه الثالثه ده غالبا بيبقى الكرياتين بينزل والبيشنت بيجيب يورين كويس، فما بيحتاجش دياليسيس في الغالب، ولكن اخد بالي وانا بدي الفلويدز لان هو ممكن ما بيكونش يجيب يورين كتير قوي، فانا متحمس في الفلويدز ممكن ادخله بالمونري القديمه بسهوله. ده ممكن نخرجه على اليوم الخامس لليوم السابع. ممكن يكون لسه سيرم كرياتين ما وصلش للنورمال لكن انا شايفه بينزل بيشن بيجيب يورين، فممكن نعمله ديسشارج ونتابع في ايه في الاوت بيشنت كلينيك. الديليد جرافت فانكشن لا، البيشنت هنا كرياتين ما بينزلش والبيشنت بيبقى اوليجيوريك و بيحتاج غالبا دياليسيس، الا لو كان في لسه في ريزيدوال رينال فانكشن احنا زارعينه مثلا بري امبتيف ترانسبلانتيشن، فممكن ما يحتاجش دياليسيس. غالبا عشان يحصل ريكفري هنا بياخد وقت اطول ما بين فيو دايز تو فيو ويكس. طب ايه اللي يعمل ديليد جرافت فانكشن؟ قال لك في فاكتورز موجوده في الدونر وفي فاكتورز بتكون موجوده في الريسيبيانت. الدونر الناس اللي هم بيكونوا اولد ايج او بيجوا واخدين من الكادافيريك، طبعا انا هنا في الكادافيريك بيبقى في كولد اسكيميا تايم كبيره. الدونيشن افتر سيركيولاتوري ديث بيبقى الورم اسكيميا هنا طويله، عشان كده اسكيميك تايم هنا قد ايه مهم جدا. وكمان احنا قلنا في الكولد ستورج بيبقى الريسك اوف ديليت جرافت فانكشن بيبقى اعلى شويه لو احنا استخدمنا الماشين. الريسيبيانت لو هو اولد ايج او اذا عنده بريفرال فاسكولار ديزيز، يعني في اثيروسكلوزس في الفيسز نفسها، لو البان رياكتيف انتي بودي اكتر من 50%، لو كان ده ريترانسبلانت كان زرع قبل كده دي مش اول مره، لو هو اوبيس بودي ماس اندكس اكتر من 30، لو دخل في هايبوتنشن او ابتدينا ايرلي سي ان اي او امتور انهبيتورز، دي كلها ريسك فاكتورز دي للديليت جرافت فانكشن. طيب انا دايما الديليت جرافت فانكشن دي بتبقى انتيسيبيتد امتى؟ لو البيشنت ده كان كادافيريك عشان في عندي لونج ايه كولد اسكيميا تايم.
او البيشنت من دونيشن افتر سيربريتو ديث، يبقى في عندي هنا وورم اسكيميا تايم. فبالتالي انا الديليت جراد فانكشن بقى متوقعها في البيشنت اللي هم زارعين من ديسيست دونر، لكن نوت انتسيبيتد في الناس اللي زارعين ليفنج دونر، بدل ما حصلش اي انترا اوبراتيف ايه هيموداينامك انستابيليتي. ففي الحاله دي انا مش متوقع. فلو البيشنت خرج ولقيته ليفنج دونر من ليفنج دونر ولقيته ان هو اوليجوريك، يبقى ديليت جراد فانكشن. انا اهم حاجه هنا لازم اتوقع او اخاف ان يكون حصل ثرومبوزس في الفيسز اوف ذا جرافت. ففي الحاله دي احنا على طول بنجري نعمل على طول دوبلر التراساوند خلاص، لانه ممكن يكون في ثرومبوزس في الـ في الـ في الـ في الجرافت نفسه في الارتري. يبقى في الحاله دي لو احنا اكتشفناه بدري على طول ندخله نعمل ري اكسبلوريشن تاني ونعمل ثرومبكتومي، وممكن تبقى ايه الجرافت هنا نلحقها فنقول سالفاجبل. لكن لو اتاخرنا عليها بتبقى خلاص ما بينفعش غالبا، وفي الحاله دي هنضطر نعمل جرافت نيفريكتوم. فانا لو لقيته ان هو ليفنج وخارج لي اوليجوريك ديليت جرافت فانكشن، لازم هو حتى في الريكفري روم ممكن نبتدي نعمل دوبلر الترا ساوند، الدوبلر عشان اتاكد البلاد فلو رايح للكيدني ولا، والحاجه الثانيه لو في اي كولكشن عامل اي كومبريشن او عامل اوبستراكشن اي هيبان في السونار. الحاجه الثانيه لو اول حاجه طبعا كمان ان احنا الكاثيتر ممكن تكون بلوكت او اوبستراكتد ببلاد كلوت. ففي الحاله دي لو عملنا الريجيشن يبقى خلاص، يبقى هنلاقي اليورين ابتدى ينزل، وفي الحاله دي نستبدل الفوليس كاثيتر بواحده دايمتر بتاعها اكبر شويه. الحاجه الثانيه لو لقيت البيشنت اوليجوريك، ان احنا بنشوف الفوليوم ستيتس اوف ذا بيشنت. لو لقيت ان البيشنت ده هايبر فوليميك يعني في اوفرلودد، في الحاله دي ممكن نبتدي ندي بولس من اللازكس 100 ملي جرام او 200 ملي جرام، ونشوف ممكن يبتدي البيشنت يجيب عليها ونكمل بعد كده. لو لقيته هايبوفوليميك يبقى دينا هديله بقى ايه نورمال سنه، اديله بولس 250 او 500 ونشوف ممكن ندي معها لازكس، ممكن نكررها تاني ونشوف البيشنت هيف ايه ممكن يبتدي يجيب يورين ولا لا. طيب الحاجه الثانيه اللي هو الديليت جرافت فانكشن، ده غالبا البيشنت هنا هيحتاج ده على اساس إذا كان هو أصلاً في باسكولار أكسس من الأول، عنده إيه فيستولا أو مركب برميكان، هنعمل منها غسيل. لو هو كان بيغسل بي دي وكنا سايبين إن البي دي كاثيتر إن بليس، ممكن نبتدي نستخدمها، بس ده إذا كانت الباول فانكشن اشتغلت فعلاً، وإذا كانت الحالة ستيبل تسمح بكده. أما إذا كان البيشنت سيفيرلي أوفرلودد أو إن هو سيفيرلي هايبركلاميك، البي دي هيبقى بطيء، فنعمل نركب كاثيتر ونعمل له إيه هيموداليسيز إيه أفضل. الديليت جرافت فانكشن احنا قلنا ان البيشنت هيخرج من الاوبريشن اوليجوريك، السيرم كرياتين ما بينزلش، في معظم الاحيان هيحتاج دياليسيز، وبعدين يبتدي يحصل ريكفري within few days to few weeks. دي لازم نفرقها بين حاجه اسمها برايمري نون فانكشن جرافت، يعني الكيدني ما اشتغلتش وهو خارج ما اشتغلتش ومش هتشتغل بعد كده. طيب بالنسبه للديليت جرافت فانكشن احنا بنعتبرها زي الاي كي اي، فنفس اسباب الاي كي اي تنطبق على الديليت جرافت فانكشن. فممكن تكون اسباب بري رينال، يا حاجه انترنسك رينال، يا بوست رينال، يا اما هنقول ان احنا عندنا هنا فاسكولار كوزس، يعني هنخليها لوحدها بدل ما نحطها مع البري رينال. البري رينال دي ممكن تكون نتيجه انترا فاسكولار فوليوم ديبليشن. يعني ايه؟ يعني البيشنت في نوع من الهايبوفوليميا. ليه؟ لانه هو اثناء الاوبريشن جوه هو فقد فلويدز كتير، فقد بلاد كتير، وما خدش ريبليسمنت كفايه. ابتدى يجيب يورين وهو لسه قبل ما يخرج لنا في الورد، ابتدى يجيب يورين كتير من الفانكشن جرافت ولسه ما حصلوش ريبليسمنت، فيخش في انترا فاسكولار فوليوم ديبليشن. يبقى في الحاله دي بري رينال، لو احنا ابتدينا نعوضه بسرعه بفلويدز هيبتدي يتصلح الايه الجرافت فانكشن. الحاجه الثانيه ان احنا دايما قلنا قبل ما البيشنت يخش عمليات احنا بنبقى عاملين له دياليسيز قبليها، وقلنا ان احنا مش لازم نخلي البيشنت دراي قوي، يعني دايما بنخليه فوق الدراي ويت بتاعه اكتر بحوالي نص كيلو او واحد كيلو جرام، عشان ده بيساعد الدياريسيس بوست اوبراتيف وما يدخلوش في هايبوفوليميا بسهوله. طيب الحاجه الثانيه غير ان يكون في انترا فاسكولار فوليوم ديبليشن، يكون البيشنت ده ابتدى ايرلي سي ان اي، واحنا قلنا سي ان اي هيبتدي يعمل فاسو كونستراكشن للكيدنيز، وبالتالي ممكن ياثر على البرفيوجن اوف ذا كيدني، خصوصا اذا كان ايه في فوليوم ديبليشن ايه شويه. طيب لكن السي ان اي هنا دي الفاسو كونستراكشن هنا بيكون دوز ريليتد، وبالتالي لو احنا وقفناه او قللنا الدوز هيبقى ريفرسبل، فهلاقي ان البيشنت ابتدى يتحسن ويبتدي اليورين ابوت يزيد والكرياتين يبتدي ينزل. الحاجه الثانيه ان في البعض يقول لك عشان لو انا ابتديت سي ان اي او حتى ما ابتديتش عشان اقلل الفاسو سبازم او ذا رينال ارتري،
احيانا بنحقن في رينال ارتري يعمل انجكشن انترا اوبراتيف لفيرابامل. الفيرابامل بيبقى بيعمل ليه فاس دايليتور افكت، وفي البعض بيحطه على البرفيوجن اللي احنا بنعمل بيه برفيوجن اوف ذا جرافت، دي بنحط عليه فيرابامل برضو، ده عشان يساعد الايه الدايليتيشن اوف ذا ايه اوف ذا رينال ارتري. ده بالنسبه للايه للبريرين. الرينال احنا بنقسمه الى ممكن يكون اي تي ان، وده الغالب فكل الاسباب دي بيكون هو الاي تي ان، يعني حتى البعض ممكن يستخدم اقول ديليت جرافت فانكشن يعني اي تي ان، لكن ده هيبقى فيه تفصيل. او ممكن يكون حصل اكيوت ريجكشن بدري، او يكون البيشنت داخل في ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، او يكون في حصل ريكارنس اوف نيتيف كيدني ديزيز، ومن الحاجات اللي بترجع بدري قوي زي مثلا الايه الاف اس جي اس. بعد كده في عندي بوست رينال وفاسكولار كوزس، وده اللي احنا هنتكلم عنه. بعد البريرينال يبقى عندنا اللي هو الرينال، وقلنا اول حاجه فيه اللي هو الاي تي ان، ودي الموست كومن كوز اوف ديليت جرافت فانكشن. وعشان كده في بعض الناس يعتبروا ان ما اقول ديليت جرافت فانكشن يعني اي تي ان، لكن ده مش مظبوط لان في اسباب كتير زي ما قلنا، لكن هو الموست كومن كوز. طيب نعرفها ازاي لو البيشنت احتاج دياليسيز في الفيرست ويك بوست ترانسبلانتيشن؟ لكن حتى الديفينيشن ده مختلفين فيه، لان انا ممكن البيشنت يكون لسه عنده ريزيدوال رينال فانكشن وما يحتاجش دياليسيس في اول اسبوع، يبقى الديفينيشن ده ممكن يكون مش مظبوط. طيب اشخصه ازاي؟ ازاي؟ باي اكسكلوجن، يعني احنا ما استبعدنا البرينينال كوز، ادينا فلويدز للبيشنت، ما فيش هايبوفوليميا، وقفنا سي ان اي اذا كان بياخدها، او قللنا الدوز، استعملنا دوبلر واستبعدنا ان في ان البلاد فلو كويس، ما فيش فاسكولار كوز او في رينال ارتريستنوزس، عملنا سونار ما لقيناش فيه اي اوبستراكشن. فكل الحاجات دي نقدر نقول باي اكسكلوجن انه البيشنت ده في اي تي ان، لكن طبعا ده ما نقدرش نحلف الا اذا كان عملنا بايوبسي. زي اي حاله واحد عنده كيدني نيتف كيدني عادي ما بيخش في اي تي ان، احنا بنشخص الاي تي ان باي اكسكلوجن، يعني ما بنعملش بايوبسي ايرلي ما دام كل شيء بيقول ان احنا شكل الدنيا هنا اي تي ان. طيب الـ 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 المشكله هنا انه احيانا البيشنت اللي بيجي لهم اي تي ان بيبقى معرضين اكتر ان يجي لهم اكيوت ريجكشن، يعني في 50% منهم ممكن يجي لهم اكيوت ريجكشن وهم في اي تي ان. وعشان كده البيشنت لو اتاخر عن اسبوع وما حصلش ريكفري لازم بنعمل ايه جرافت بايوبسي عشان نتاكد ان ما حصلش سوبر امبوزد ايه اكيوت ريجكشن. وده لو البيشنت طول ممكن يقعد اسابيع في الدريد جرافت فانكشن، يبقى في الحاله دي لازم نعمل سيريال بايوبسي كل 7-10 ايام. طيب يحصل ريكفري امتى؟ قلنا من فيو دايز تو فيو ويكس. هعرف ازاي؟ زي اي حاله اي تي ان هيبتدي اليورين يبتدي يزيد، السيرم كرياتين بيبتدي يزيد كميات اقل عن الاول، ممكن البيشنت ما يحتاجش دياليسيس، وبعدين يبقى بلاتو ويبتدي ينزل تاني. طيب الميكانيزم اوف اي تي ان بيحصل ازاي؟ بيحصل اسكيميا ريبرفيوجن انجري، دي اتكلمنا عنها قبل كده، بيطلع سايتوكاينز بكميه كبيره جدا. فلو البيشنت خد من كادافيريك دونر يبقى البرين ستيم لما بيحصل بيطلع كميه كبيره من السيتوكاينز، بنقول عليها السيتوكاين ستورم، اتكلمنا عنها قبل كده. الورم اسكيميا لو هي لونج، يعني خصوصا ده لو احنا خدنا من دونيشن افتر سيركيولاتوري ديث. الكولد اسكيميا عشان كده بيبقى في الكادافيريك اكتر من ليفنج، لان الكولد اسكيميا بتبقى شورت في الليفنج دونر. لو حصل اي سيركيولاتوري انستابيليتي في فتره الاوبريشن جوه ده ممكن يدخل البيشنت في اي تي ان. مع الاي تي ان بيحصل نوع من الاندوثيليال انجري، فالاندوثيليال انجري لما بيحصل بيبتدي اكسبوزنج الاتش ال اي، بيعمل لها ابجريدنج وبتبقى اكسبوزد، فتبقى معرض اكتر ايه ان هو يخش في اكيوت سيلر ريجكشن. طيب نمنع الاي تي ان ازاي؟ في البعض قالوا احنا لو ادينا لو دوز اوف دوبامين انفيوجن، يعني بندي من 1 تو 5 مايكروجرام بير كيلوجرام بير مينيت انفيوجن، قالوا ده ممكن يقلل ريسك اوف اي تي ان. لو احنا ابتدينا بكالسيوم شانل بلوكرز من البدايه بس تكون نون دايهيدروبيردين، ده يعمل انتر اكشن دراج انتر اكشن مع سي ان اي او الامتر انهبيتورز، ده كان نستخدم اللي هو دايهيدروبيردين زي مثلا امتيبين او نيفيديبين، ده ممكن يعمل دايركت فاسودايليتيشن فيقلل لي الفاسو كونستريكشن شويه فيقلل الريسك بتاع الاي تي ان. لكن طبعا دوت انا ماليش ايفيدنس قوي ومش عارفين على اللونج تيرم ده ممكن يغير السرفايفل اوف ذا جرافت ولا لا. طيب البيشنت اللي جالهم اي تي ان هل هتفرق على اللونج تيرم ولا لا؟ يعني هل الجرافت فانكشننج دي او السرفايفل هتكون اقل؟ هنا الريزلتس او الستادز عملت فيه كونفليكتنج شويه. ليه كونفليكتنج؟ لان احنا مش متفقين اول حاجه عن الديفينيشن،
يعني انت بتقولي اللي هو البيشنت اللي هو احتاج غسيل في اول اسبوع، طب ما هو لو عنده ريزيدوال رينال فانكشن، فبالتالي احنا مش متفقين على الديفينيشن، فبالتالي الرزس هتختلف. الحاجه الثانيه الديفرنسز ان ذا ريسيبيانت اند دونر كاركترستكس، الايج بيختلف، البيشنت هل هو كادافيريك ولا ليفنج، هل هو اثيروسكلروتيك مثلا كبير في السن، الكولد اسكيميا، الفاكتورز دي كلها ممكن تبقى مش متفقين عليها. الحاجه الثالثه ان احنا ممكن ما نكونش عملنا بايوبسي، يعني احنا اكس باي اكسكلوجن كده قلنا ده اي تي ان وبعدين حصل ريكفري بعد كده، فبالتالي انا ما عملتش بايوبسي عشان تو بروف ان البيشنت دوت جاست اي تي ان، ما فيش معاه كمان مثلا ايه ريجكشن. فدي كلها ايه النقطه اللي هي بتمر عليها. اول واحده اللي هو الاي تي ان ده اهم كوز من الرينال كوزس، ويمكن اهم كوز خالص من كل الايه الديفرنشال بتاع الديليت جرافت فانكشن. بعد الاي تي ان بيجي من اسباب الرينال اللي هو الاكيوت ريجكشن. الاكيوت ريجكشن من الحاجات الكومن اللي تعمل لي ديليت جرافت فانكشن او تعمل لي اي تي ان في بوست ترانسبلانتيشن. الاكيوت ريجكشن هو ممكن يكون فيه ثلاث انواع من الاكيوت ريجكشن ممكن تقابلنا، اللي بنقول عليها اكيوت اكسلريتد ريجكشن او ايرلي اكيوت سيلولار ريجكشن او سيل ميديت ريجكشن، والاكيوت انتي بودي ميديت ريجكشن او الاكيوت هيومورال ريجكشن. الاكيوت اكسلريتد او الاكسلريتد اكيوت ريجكشن ده بيقول نوع من يختلف شويه عن الهايبر اكيوت، ان هو بيبقى ديلي شويه، يعني ممكن يجي من 24 ساعة إلى few days. ده غالبا بيجي في patient بيكونوا highly sensitized، يعني احنا زرعناهم وكان لسه هم highly sensitized، فبالتالي ممكن يبتدي يحصل ايه الاكسلريتد ايه acute rejection. لكن طبعا ده بيبقى قريب شوية دلوقتي مع الكروس ماتش اللي هو بيبقى sensitive او اللي احنا بنستخدمه. الحاجة التانية انه لو البيشن ده كان sensitized patient واحنا عملنا desensitization protocol والبروتوكول failed ما جابش مع نتيجة، فهيخش في الاكسلريتد acute ايه rejection. فده اول نوع. النوع التاني اللي هو early acute cellular rejection، ده بيشنت بيكون تيبيكالي بيحصل بعد الاسبوع الاولاني او 3 شهور او 4 شهور خلاص. ده رير قوي نيجي في البيشنت اللي هم الانسنسايزد، يعني ده لان احنا بناخد في اللي هو في اول اسبوع، يعني انا بيبقى واخد اندكشن بياخد ايمينو سبريسيف دوزز عاليه جدا، فصعب نيجي في اول اسبوع، لكن يجي ممكن يجي بعد كده. الاكيوت انتي بودي ميديت ريجكشن ده ممكن يجي لوحده وممكن يجي كمان مع الاكيوت سيل ميديت ريجكشن، وده غالبا بيكون البيشنت هنا سنسيتايزد، يعني بيبقى صعب ان يجي في بيشنت انسنسيتايزد ايرلي كده. كلينيكالي معظم البيشنت بيكونوا اسيمتوماتيك، يعني احنا نعرف ازاي؟ نلاقي السيرم كرياتين بيعلى واليورين ابتدى ايه ممكن يقل شويه، حتى اليورين مش لازم يقل لكن السيرم كرياتين بيعلى، ففي الحاله دي اشك في ايه في اكيوت ريجكشن، الا اذا كان البيشنت معاه اتش ان، في الحالة دي مش هيبقى في حاجة، هو كده كده بسيرم كرياتين بيعلى أو كده كده أوليجيوريك. ففي الحالة دي عشان كده بنقول لازم نعمل بايوبسي إذا كان البيشنت إحنا باي أكسوكلوجن قلنا ده ETN وعدى أسبوع على الأقل، لازم بنعمل بايوبسي عشان نتأكد إن ما بتاش يحصل سوبر امبوز اكيوت ريجكشن، ولو الديليت جرافت فانكشن ده طول لفيو ويكس يبقى إحنا بنعيد البايوبسي نعملها سيريالي كل 7 إلى 10 أيام. طيب الحاجة التانية less commonly بقى ان هو يجي بفيفر او graft tenderness او oliguria او الحاجات دي مع بعض. لازم نعرف ان الكيدني نفسها بتكون denervated، يعني احنا لما بناخد الكيدني بناخدها بالblood vessels لكن مش بناخدها بالنيرفز، وبالتالي انا مفيش بين يجي من الكيدني، لو البين في الابدومن يبقى منحى مكان تاني، لكن ممكن مع الانفلاميشن اللي بيحصل يبقى فيه تندرنس، البيشنت لما يضغط على الجرافت يحس ببين، او انا بعمل اكزامينيشن الاقي فيه بين، يبقى ده اسمه جرافت تندرنس. الباثولوجي طبعا هنبقى نتكلم عنه ليتر بالتفصيل، والتريتمنت يمكن احنا اتكلمنا عن التريتمنت اوف اكيوت ريجكشن في المحاضره بتاعه الايمينو سبريسيف اي بروتوكول. في حاجه هنا من الديفرنشال دايجنوزس الجرافت تندرنس، يعني لما البيشنت يجي بكرياتين عالي وجرافت تندرنس وممكن اليورين يقل شويه، ممكن ده يكون مجرد بس بايرونيفرايتس، لكن السي ان اي توكسيستي ما تعملش جرافت تندرنس وما تعملش اوليجوريا غالبا. يبقى لو لقيت اوليجوريا وجرافت تندرنس يبقى دي حاجه انفلاماتوري غالبا، يا اما ريجكشن يا اما يكون بايونيفرايتس نفسه، لكن السي ان اي توكسيستي لا تعمل اوليجوريا ولا تعمل جرافت تندرنس. ثالث سبب من اسباب الرينال اي كي اي او ديليت جرافت فانكشن اللي هو ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي ممكن يجي مع ايه؟ ممكن يجي مع الاكيوت
انتي بودي ميديتد ريجكشن، ممكن يعمل كده. لو احنا ابتدينا نستخدم سي ان اي او الامتور انهبيتورز، دي قلنا من الحاجات اللي ممكن يجي معاها ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، ان يكون النيتف كيدني ديزيز كان اتيبيكال اتش او اس وحصله هنا ريكرنس، فممكن يعمل له، او البيشنت يكون دخل في تي تي بي او في بعض الانفكشنز زي سي ام في، دي من الحاجات اللي ممكن يجي معاها ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، او باربو فيروس بي 19 او حتى الانفلونزا اي. لو كمان ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي الانسيدنس بتاعه بيجي مع اكتر مع الناس اللي عندهم هيباتايتس سي، او اذا كان معاهم انتي فوسفوليبيد اي انتيبوديز خصوصا الانتي كارديولاب. طيب هنعالج الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي ازاي؟ بنعالج الاندرلاين كوز. طب واذا كان البيشنت بياخد سي ان اي ممكن نقلبه الى بلاتاسبت، دي قلنا من اللي هي المينتنس انتيبوديز. الحاجة اللي بعد كده غير الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي اللي هو ريكورنس اوف نيتف كيدني ديزيز، وده يعني اشهر حاجه ممكن تعمل كده وتيجي بدري او من اول اسبوع بعد ترانسبلانتيشن، اللي هو الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلوزيس. وطبعا الريكورنس اوف نيتف كيدني ديزيز ده هيبقى ليه هنتكلم عنه ان ديتيلز ليتر اون ان شاء الله. بعد البري رينال والرينال هيبقى عندنا اللي هو البوست رينال زي اي حاله من حالات الاي تي ال. بوست رينال معناها ان في اوبستراكشن. اول حاجه نفكر فيها على طول ان احنا نبتدي نشوف الفول سكافيدر، لان هي ممكن تبقى هي اوبستراكتد ببلاد كلوت. فلو احنا عملنا اريجيشن مثلا بشويه سلاين بنلاقي ايه ان اليورين ابتدى يزيد ويبتدي البيشنت كرياتينه يبتدي يتحسن. والحاجه الثانيه ان يكون في كوليكشن بره ضاغط عامل اوبستراكشن، ده ممكن يكون ليمفوسيل او يورينوما او هيماتوما زي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت. وطبعا احنا اول ما نبتدي نعمل درينج لاي كوليكشن من ده هيبتدي يتحسن الكيدني فانكشن. الحاجه اللي بعد كده ان يكون في يوريترال اوبستراكشن، اليوريتر نفسه اوبستراكتد، يا اما تكون حاجه سداه من جوه من اليومن وده ممكن يكون بلاد كلوت، او يكون في عندي مشكله في الامبلانتيشن بور امبلانتيشن واحنا بنعمله في الانستوز مع اليورينري بلادر، وخصوصا كمان بيبقى فيه مع السيتشن بيبقى فيه شويه اديما. الحاجه الثانيه يكون حصل يوريترال سلافينج، يعني ايه؟ يعني احنا قلنا انه لو حصل نيكروزس في اليوريتر نتيجه ان احنا قطعنا البولار ارتريز، فممكن هنا يبتدي يحصل سلاف تبتدي تعمل اوبستراكشن للايه لليوريتر من جوه. ممكن تكون حاجه اكسترنسك من بره ان انا في كينكينج في الايه في اليوريتر، او يكون ابتدى يحصل فايبروزس نفسه في اليوريتر وده بيجي مع الاسكيميا، او يبقى انفولفد مع الريجكشن احيانا، او البيكي فيروس انفكشن وده هيبقى ليه هنتكلم عنه ديتيلز ان شاء الله في محاضرات الانفكشن. من ضمن الحاجات اللي ممكن يعملها ان يعمل يوريترال ايه فايبروزس اند اوبستراكشن. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هو الفاسكولار ايه كوزس. الفاسكولار كوزس ممكن تكون رينال ارتري ستروزس، ممكن يكون حصل ثرومبوزس في رينال ارتري او رينال فين، او ممكن يكون حصل بليدنج. اول حاجه بالنسبه للرينال ارتري ستروزس، ويمكن ده احنا اتكلمنا بالتفصيل عنه في المحاضره اللي فاتت في السيرجيكال كومبليكيشنز، والرينال ارتري ستروزس من الحاجات اللي هي انكومن انها تيجي ايرلي بدري قوي في ترانسبلانتيشن، دايما تيجي ليت كومبليكيشن لكن احيانا ممكن تحصل. يزيد الافكت بتاعها، يعني انا عندي ستروزس البرفيجن او ذا كيدني قليل وبالتالي هيبقى الكيدني فانكشن هتبتدي تقل والجي فار يزيد. الموضوع ده لو انا في سي ان اي توكسيستي، البيشنت كمان بياخد سي ان اي بيعمل فاسو كونستراكشن، لو البيشنت بياخد حاجه تاثر على الهيمودينامكس بياخد اي سي انهبيتورز او اي ار بي، او ان كان في فوليوم ديبليشن، الحاجات دي كلها تزود الايه الموضوع. انا اشك في رينال ارتري ستونوز امتى؟ لما الاقي فيه رابيد ديتوريشن او جرافت فانكشن، او انا الاقي فيه ريفراكتوري هايبرتنشن مش قادر اعمل كنترول للبلد بريشر بسهوله، يبقى اشك. هعمل ايه؟ هعمل الجولد ستاندرد ان اعمل رينال انجيوجرام، لكن ممكن لو احنا عايزين نعمل حاجه نون انفيزيف ممكن نبتدي نعمل دوبلر الترا ساوند بيكون سيستم. في حاجه اسمها سودو رينال ارتري ستنوزس. سودو رينال ارتري ستنوزس يعني انا عندي هنا الاستنوزس مش موجود في رينال ارتري لكن موجود بروكسيمال رينال ارتري، موجود في الالياك ارتري اللي هو حصل عملنا فيه الانستموزس، فممكن يكون الريسيبيت نفسه عنده اثيروسكلروزس في الالياك ارتريز نفسها وبالتالي في نوع من الاستنوزس، وبالتالي البلد فلو اللي رايح للرينال ارتري هو نفسه قليل وبالتالي يبان كان في رينال ارتري ستنوزس، لكن هو الاستنوزس في الالياك ارتريز مش في رينال ارتريز، وبالتالي عشان ده نسميه سودو رينال ارتري ستنوزس. المانجمنت احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت. تاني حاجه من الفاسكولار كوزس اللي هو الجرافت ثرومبوزس.
الثروموزس ده ممكن يحصل في رينال ارتري او يحصل في رينال فين. غالبا ده ممكن يحصل في الاول خالص ايرلي، يعني في اول يومين او اول ثلاث ايام، لكن في بعض الحالات يحصل ليت في خلال الشهرين اللي بعد كده. لو حصل ايرلي البيشنت خرج من العمليات وفي ثرومبوزس حصل، ده غالبا بيبقى ليه علاقه بالسيرجيكال تكنيك، يبقى احنا في بور سيرجيكال تكنيك. لكن لو حصل بعد كده متاخر شويه ده غالبا بيكون معاه اكيوت ريجكشن. كلينيكالي البيشنت ممكن يبان ايه؟ بصادن اوليجوريا، يبقى بيجيب يورين كويس وبعدين يقطع بول مره واحده، الكرياتين يبتدي يعلى بطريقه رابد، والاقي فيه جرافت تندرنس موجود، وممكن يبقى فيه جروس هيماتوري. ده اللي هو ممكن يحصل ده اذا كان البيشنت بيجيب يورين. لكن النقطه هنا لو البيشنت اوريدي كان في ديليت جرافت فانكشن وما بيجيبش يورين من البدايه، طب انا هعرف ازاي ان هو دخل في ثرومبوزس؟ ما هو كده كده اوليجوريك وكده كده كرياتين عالي وممكن يكون بيغسل كمان. ففي الحاله دي احنا سسبكتنج ده لما يبقى لو البيشنت مثلا كان عنده هايبر كواجلوبستيتس، يعني احنا لقينا عنده هايبر كواجلوبستيت من الاول، كان في هيستوري اوف ثرومبوزس، كان في مالتيبل رينال ارترز، او الريسيبنت او الدونر اصلا عنده اثيروسكلروزس، وفي البعض بيقول انه لو كان واخد من دونر افتر سيكريتوري ديث الريسك بيكون ايه؟ بيكون عالي. فدي كلها حاجات اللي سسبكتنج. اذا كان البيشنت ليفنج واخد من ليفنج دونر، يبقى الاوليجوريا بتبقى ان نوت انتسيبيتد، وبالتالي لازم اعمل ارجنت ايه دوبلر عشان تو اكسكلود ان يكون حصل ايه ثرومبوزس. فدي الريسك فاكتورز. طيب لو حصل نعمل ايه؟ طبعا لو هو ايرلي على طول بنخش بنعمل ري اكسبلوريشن ونعمل ثرومبكتومي، يبقى في الحاله دي بنقول الكيدني از سالفاجبل، نلحق الكيدني. لكن لو اتاخرنا ده بيبقى غالبا ما بيحصلش ري بيرفيوجن تاني وترجع الكيدني، وفي الحاله دي بنضطر نعمل جرافت نيفريكتومي. اخر حاجه في الفاسكولار كوزس اللي هو البوست اوبراتيف بليدنج. بيشنت انا اتوقع ان البيشنت يكون في بليدنج امتى؟ لما الاقي انه دايما البلاد بريشر بيبتدي ينزل مني جامد، الاقي ان في مارك دروب في هيموجلوبين، الاقي ان البيشنت بيشتكي من بين، ولو لسه الدرين موجوده الاقي ابتدى يبقى مليانه بلاد. في الحاله دي انا طبعا بتوقع ان في بليدنج. البليدنج اللي بيحصل ده احيانا يعمل لي بيلدنج اب هيماتوما، فالهيماتوما دي ممكن تضغط على مكان البليدنج ويقف البليدنج. دي اول حاجه. لكن احيانا الهيماتوما اللي ممكن تتكون تبتدي تعمل بريشر او كومبريشن على اليوريتر وتعملي اوبستراكشن، او على البلاد فيسلز وتقلل البلاد فلو، او احيانا تبقى بريسبوزنج كمان لثرومبوزس. ففي الحاله دي هنضطر نعمل سيرجيكال ايفاكويشن للهيماتوما. البيشنت دول طبعا انا بحاول دايما اديهم بلاد واحاول اكيب الهيموجلوبين فوق ال 10 جرام، خصوصا اذا كان البيشنت ده اسكيميك هارت ديزيز او دايابيتك او ايه او اولد ايج. طيب لو هو البيشنت ريفراكتوري تو بلاد ترانسفيوجن، انا عمال اديله بلاد ترانسفيوجن والهيموجلوبين عمال ينزل والضغط عمال ينزل، يبقى في الحاله دي لازم نعمل طبعا ري اكسبلوريشن زي ما قلنا. البليدنج ممكن يبقى ريتروبريتونيال، وفي الحاله دي البيشنت بيبقى يجي بايه؟ بباك بين غالبا. فدي نقطه برضو من الحاجات اللي ممكن ايه تحصل. يبقى احنا كده اتكلمنا على الجرافت فانكشن، في immediate جرافت فانكشن وفي slow recovering جرافت فانكشن وفي delayed جرافت فانكشن. والديليت جرافت فانكشن قلنا ان ممكن اسبابها زي اي اسباب الاي تي ان، اسباب الاي كي اي، ممكن يكون بري رينال او رينال او بوست رينال، او تكون بي فاسكولار كوزس. اكتر سبب يعمل ديليت جرافت فانكشن هو الاي تي ان، وده غالبا بيكون باي اكسكلوجن، ان احنا استبعدنا اسباب البري رينال والاسباب البوست رينال والفاسكولار بالدوبلر، وان احنا لسه في اول اسبوع غالبا ما بيكونش حصل ريجكشن في الوقت دوت. ولو ثرومبوتيك ماكرونجوبشي الحاجات بتاعتها كثرومبوسايتوبينيا وفراجمنت ار بي سيز مش موجوده، كل الكلام والريكرنس اوف نيتيف ما فيش بورتنوريا سيجنيفيكانت، كل الحاجات دي تخلينا نقول ان ده ايتيان. لو الديليت جرافت فانكشن اتاخرت عن 1 ويك ممكن يبقى الشخص ده معرض ان يجي له سوبر امبوز ريجكشن، فعشان كده لازم نبتدي نعمل ايه بايوبسي ونعملها سيريا لكل 7 دايز او 10 دايز طول ما الجرايه في ديليت جرافت فانكشن والبيشنت لسه اوليجوريك وبيعمل ايه دايلسيس. احنا كل ده احنا بنتكلم على ايه؟ على فيرست 3 مانس بوست ترانسبلانت مانجمنت. ده الجزء الأول، وفي المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني. و thanks for watching.